فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمن منع الزكاة يدل على كفرهم وردتهم؟ لا، ما يدل على كفرهم وردتهم، إنما يدل على أنهم امتنعوا من الزكاة ولهم قوة وشوكة يدافعون عنها فيقاتلون، لا على أنهم مرتدون، على أنهم معطلة للزكاة. أما من جحد رسالة الرسول اللي ارتدوا وقالوا لو كان نبيا ما مات، لما مات الرسول قالوا ارتدوا والعياذ بالله، الأعراب قالوا لو كان نبيا ما مات، فهذه ردة كفر، يقاتل قتال المرتدين. نعم.